وطني لو شغلت بالخلد عن هنا زعتني إليه بالخلد نفسي. طائرة ضيفنا اليوم لتبحث له عن مكان في سماء التميز وبين النجوم. في نيوكاسل. مساء الخير مشاهدو برنامج أوتوغراف. في هذه الحلقة نزور معكم مدينة نيوكاسل في شمال شرق إنجلترا لنتعرف على ضيفنا، ضيف حلقة أوتوغراف، ونستهل الفرصة فنتعرف أيضا على بعض معالم هذه المدينة وتاريخها. أهلا وسهلا بكم. تعرفوا ليش احنا غير؟ لاننا نتميز بمجتمع متواصل. شباب ما حد يروح البيت اليوم، فطورهم علينا. عزموني لا متواصل وبشكل حقيقي، كل شيء جديد نتحداه ونرجع فيه لعاداتنا في التواصل. عن حد يزعل راعي الكوره. سليم سوي لحيه مزبوط. سليم انا يفطر داخل دكان، تعال افطر بعد. والكل زمان نكهته الخاصه. هي هي ايام المسنجر وتقرقيعه الكيبورد. نخترع استخدامات لكل شيء. خليني اكتب اسمي على الصفريه. ما ترجع ليش الصفريه ام يونس ومتروسه بعد. روح راعي المظله. المهم كل من يسكن عمان يحمل قيمها. لما في امتحان لازم نسوي دراسه مروان انت. واهم شيء التواصل الحقيقي. ومهما تطورنا لازم نرجع لقيمنا واصالتنا. يلا شباب تعالوا خلونا نروح نصلي. متواصلين على خير. والله انت كمان عليك سوالف. في انتظارك مغامرة رائعة ستداعب جميع حواسك على مد طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمونر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 دريمونر. تأسست هذه المدينة في القرن الثاني الميلادي، لكن أطلق عليها اسم نيوكاسل ويعني القلعة الجديدة قبل 1000 عام فقط حين بنيت فيها قلعة جديدة. ضيفنا اليوم يعيش في نيوكاسل البريطانية. تميزه لا يكمن فقط في أنه تحدى ظروفه الصحية،
وليس لأنه رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بالمملكة المتحدة، فهناك أسباب تجعله مميزاً في نظر الكثير من زملائه. طالب دكتوراه هندسة كيميائية في جامعة نيوكاسل، حاصل على درجة الماجستير من جامعة نيوكاسل بعام 2013 في الهندسة الكهربائية، وحاصل على براءة اختراع في مشروع الحاسب الناطقة في شهادة البكالوريوس عام 2012. كل شيء يحكي لنا ضيفنا عن نيوكاسل وكيف أنه اختارها محطة من محطات أحلامه، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن جامعته ذات جودة عالية في التدريس وتعد في مصافي الجامعات العالمية، كما وأن شعبها كما وصفهم بالشعب المضياف. ذلك ما قاله فهد عن شعب نيوكاسل، فما الذي قاله عنهم الإنجليز؟ يطلق الإنجليز على أهل نيوكاسل بالجوديز، ولهجتهم لهجة الجودي تعتبر من أكثر اللهجات المحببة في هذه البلاد، وجاءت تسمية الجودي نسبة لمناصرة أهل نيوكاسل لملك إنجلترا جورج في حربه على ملك سكوتلندا في العام 1800. وبالعودة إلى إنجازات فهد العلمية، فهو طالب دكتوراه في الهندسة الكيميائية، وهو يعكف حالياً على مشروعه الذي يود به إنتاج طريقة حديثة للتقليل من الطاقة المستهلكة. مشروع البحث عندي أحاول أعالج مشكلة عالمية في قطاع النفط والغاز. مشروع بحثي هو عبارة عن إنتاج تكنيك معين وجديد، إنه يحاول إنه يقلل الطاقة المستهلكة. كلما قلت الطاقة المستهلكة في عمود التقطير، كلما قل الـ production cost اللي هو المبلغ اللي يدفعك، وكذا راح تكون تكلفة إنتاج النفط أقل. في انتظارك مغامرات رائعة ستذهب جميع حواسك على متن طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمونر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 دريمونر. بدءاً من الأشياء التي تبدو صغيرة، تكبر أحلامنا معاً نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حديثة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معاً غداً مشرقاً. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. كذلك ضيفنا حاصل على براءة اختراع حصد بها المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، إذ اخترع حاسبة ناطقة باللغتين لفاقدي البصر. لا تتوقف إنجازات فهد وأعماله في الغربة، فهو رئيس لمجلس استشاري طلابي يختص بالإشراف على الجمعيات الطلابية العمانية في المملكة المتحدة، وهو المجلس المنشأ عام 2012، والذي يقدم معلومات تهم الطلبة الجدد ويكون حلقة وصل بينهم، كما أنه يعرض الملامح الثقافية والحضارية للمدن البريطانية، في حين يساعد الطلبة العمانيين على نقل جزء يسير من الحضارة العمانية إلى هنا. لا زال المجلس الاستشاري بفضل فهد وزملائه يقدم المزيد للطلبة العمانيين، وها هو فهد
يحدثنا عن أهم إنجازاته مؤخراً، فنسمع منه عن المجلة العلمية والمجلة الأدبية والدليل الطلابي الخاص بالمجلس. أن ضيفنا رئيس المجلس الاستشاري هنا يحدثنا عن نظرة أهالي نيوكاسل والطلبة في الجامعات عن الطلبة العمانيين. طيب قل لي انطباع الناس، أنت هون لك 4 سنين، أكيد تعرف ناس من نيوكاسل. أكيد. وهدول الناس شو بيحكوا لك عن العمانيين؟ بصراحة قل لي شو انطباع الناس عن العمانيين. أكيد ما أخفيك إن الطلاب العمانيين دائما هم مثالا يحتذى به للعديد من الطلاب المبتعثين الآخرين، وهذا أبدا ليش بغريب، بسبب إنه هذه المبادئ اللي هي تتمثل في الاجتهاد، التنظيم، المشاركة، التسامح، قالتنا والتعايش طبعا مع المجتمعات الأخرى. في القرن 15 اشتهرت نيوكاسل بتصديرها للأخشاب، وفي القرن 20 كانت المدينة من طلائع المدن الأوروبية التي شاحتها الثورة الصناعية، فاشتهرت بإنتاجها للفحم وبمناجم فحمها، حتى أن المثل الإنجليزي يقول bringing coal to Newcastle، وهذا يعني كمن يبيع الماء في حارة السقايين. تختلط المشاعر هنا مع فهد وتعجز الحناجر كما يقول عن وصفها، فلا يدري هل يتذكر بداية هذه المرحلة حين ابتعث من قبل شركته ليكون سفيرا لوطنه هنا، أم يقدم شكره لوالديه على ثقتهما به ودعمهما له، أم يتناسى هذه المشاعر لتتدفق مشاعر الحنين إلى عمان حتى أنه لا يرى أن هناك وطناً بديلاً له دون هذا البلد عمان. أنا أفتخر بكوني عماني، أنا سبب استكمال دراستي هنا في نيوكاسل وحصول على شهادة الدكتوراه على أساس أنه أضع بصمة بعدين لما أرجع للسلطنة. نسافر في المدى الميمون لنا الأحلى باسم عمان حيث نكون.